بالنسبة للناس اللي دايما متذمرة ودايما في حالة تمرد، وليه أكون في البيت وليه كذا وليه كذا وليه ما نزلش الشارع وليه ما اتفسحش وما خرجش وقابل أصحابي وكذا، حابة أقول لك حاجة. أنت ربنا أنعم عليك بنعمة أنت مش مقدرها. أنت عندك بيت عشان إيه؟ يحميك من الفيروس، إن أنت ما تنزلش، ان انت ما تطلعش، محمي في البيت. لكن في الجانب الاخر في ناس بيناموا في الارض، في ناس ما عندهمش بيت اصلا، في ناس بيناموا في المقابر، ناس ما عندهمش ميه عشان يغسلوا ايديها ولا يطهروها ولا يعقموها. فبوس ايدك وش وظهر والتزم وخليك في البيت لمصلحتك ولمصلحة ولادك ولمصلحة اهلك ومصلحة اللي حواليك كلهم، عشان تأمن من شر الفيروس ده وتكون دايما في خير وسلام وأمان.